عرف المتأدبون ولا سجل مؤرخو الأدب أحفل من الثروة التي تركها أبو الطيب المتنبي من الشعر، ففيها من أبيات الفخر ما يملأ التياهين ويعجب المتكبرين، وفيها من قصائد الحكمة وثاقب النظرة ما لا يصدر إلا عن المحنكين المجربين، وما لا يعرفه إلا القادة المسنون الذين خبروا الدهر وزاملوا تقلباته، وفيها من جزالة الألفاظ وعذوبة المعاني ما يأخذ بألباب المتأدبين، وفيها من جودة السبك ورقة المعاني ما يفتن المغنين والمطربين. وقد اختلف المؤرخون والرواة في شأنه، فمنهم المغالون في تكريمه والمتعصبون في شعره، ومنهم الناقدون له، ومنهم الحاقدون عليه لمكانته وشرف عبارته، ومنهم قليل من المتحاملين عليه الباحثين عن سقطاته وهناته.